尊敬的习近平主席，各位来宾、记者朋友们，大家下午好。中华人民共和国主席习近平阁下会见中外记者，现在开始。يبدأ الآن مؤتمر صحفي لمقابلة رئيس الصين شي جين بينغ مع الأصدقاء الصحفيين. Good afternoon. President Xi Jinping of the People's Republic of China is here to meet with Chinese and foreign press. 现在请习近平主席讲话。الآن ليلقي رئيس الصين شي جين بينغ كلمة. 各位记者朋友、女士们、先生们。أيها الأصدقاء الصحفيين سيدات والسادة السلام عليكم. 20 قمة الواحد والعشرة لمجمعة العشرين اختتم قبل قليل. في الاجتماع الدول الأعضاء ومنظمات دولية وحول تشكيل بناء الاقتصاد العالمي المبتكر والمتفاعل والشمولي وحول تعزيز التنسيق السياسي وابتكار التنمية الاقتصادية وحوكمة المالية الأكثر فعالية والتجارة العالمية والاستثمار أقوى وغيرها من المواضيع الأخرى. قام بتبادل الآراء بشكل معمق وناقش المشاكل الأخرى تؤثر على تنمية الاقتصاد العالمي وناقش سبل الكبرى لتنمية الاقتصاد وتوصل إلى أرضية مشتركة واسعة. وتم تمرير بيان قمة مجمعة العشرين بهانجو لتوضيح أكثر اتجاهات وأهداف وإجراءات مجموعة 20 لدفع تنمية الاقتصاد العالمي وتم تبلورة أرضية مشترك هانجو إن قيمة هانجو يوافق المرحلة الحاسمة لتنمية الاقتصاد وتحول هيكلة مجموعة العشرين. إن المخاطر العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي لا يمكن استهانة بها، والمخاطر والعناصر عدم اليقين ما زالت بارزة. لذلك قمة هانجو حظيت باهتمام مختلف الجهات وتطلعات الأطراف المختلفة، وبفضل الجهود المشتركة لدول الأعضاء ومنظمات دولية معنية تم التوصل إلى نتائج ملحوظة في الاجتماع. الآن لأقدم بالإيجاز أهم النتائج. أولا، صممنا لتوضيح اتجاه تنمية الاقتصاد العالمي، حيث اتفقنا بأننا عندما نواجه مخاطر وصعوبات الاقتصاد العالمي حاليا وصنع بيئة سلمية عالمية مهم جدا. على مجموعة العشرين نشر روح المشاركة في الصراع والضراء وتعزيز تنسيق في سياسة الكلية وتطبيق تحرك خطة تحرك هانجو واستخدام الوسائل النقدية والمالية المختلفة، وإتقان أعمال لمواجهة الأخطار القصيرة الأمد واستغلال إمكانيات طويلة الأمد وتوصية طلب الكل إجمالي ورفع جودة الأرض. فنحن واثقون بأنه بفضل الجهود المشتركة دفعت إعادة اقتصاد العالمي إلى تنمية المستدامة وقوية ومتوازنة. ثانيا،
صممنا في ابتكار طريقة تنمية وصب قوة جديدة للاقتصاد العالمي. تبرهن الحقائق أنه مجرد اعتماد على وسائل النقدية المالية لا ينفع. يجب نحرك تنمية الاقتصاد العالمي وفتح جولة جديدة من تنمية الاقتصاد العالمي. واتفقنا على تمرير مخطط تنمية الاقتصاد المبتكر للعالم وإصلاح آلية وهيكلة واسعة النطاق ومختلفة المضامين واتخاذ إصلاح الهيكلي كمحور وابتكار في مؤشرات لإزالة العقوبات التي تحول دون تنمية الاقتصادية بشكل جذري وانطلاقا من ثورة صناعية جديدة ودفع تنمية الصناعة المتقدمة وقيادة ثورة الصناعية الرابعة واتخاذ الاقتصاد الرقمي كمنبر لتطبيق تطبيقها على نطاق واسع وفتح عهد جديد يترابط بعضها بالبعض. خطة تنمية مبتكرة لمجموعة 20 ستجعلنا نبتكر في الأفعال والآليات وفتح مستقبل جديد لتنمية الاقتصاد العالمي. ثالثا صممنا في تحسين حوكمة المالية العالمية وتعزيز قدرة العالم على مواجهة الأخطار. تحسين حوكمة المالية العالمية هي الراية لمجموعة 20. في العام الحالي حققنا نتائج جديدة عند تطبيق خطة إصلاح لصندوق النقد الدولي. اتفقنا على مواصلة إصلاح حق تصويت صندوق النقد الدولي لبذل جهود جديدة نحو إصلاح في هذا الخصوص وتطبيق إصلاح الأسهم وتطبيق تصويت متساوي وزيادة حق كلام لدول النامية واقتصادات الناشئة. وناقشنا توسيع استخدام حق سحب الخاص. إن بنك الدولي بادر في إصدار سندات بتسعير سحب حق الخاص في الصين وصممنا بتعزيز تطبيق إجراءات الإصلاحية المختلفة المالية وبادرنا في إطلاق شبكة الأمن المالي لتعزيز حماية الوقاية من المخاطر المالية وصممنا في تعزيز إصلاح الضريبة العالمية ومكافحة تجنب الضريبة والدعم دول النامية في مجال الضريبة لدعم الاستثمار وتنمية الاقتصادية العالمية. ستقيم الصين مركز بحث للضرائب وبذل تقديم إسهام ذاتها. ندعم مجموعة 20 لخطة التحرك في طاقة المتجددة في آسيا وصممنا في إطلاق مشاريع فعالية استخدام الطاقة. في العام الحالي
قمنا ]追逃, في مكافحة الفساد بملاحقة الفاسدين ووضعنا المبادئ وقمنا مركز ملاحقة الفاسدين ووضعنا خطة في خلال فترة عامين 17 إلى 18 ووضعنا مبادئ والتحرك والثلاثي الدولي لجعل الفاسدين في إطار مجموعة 20 حتى نطاق أوسع في العالم لا يهرب. رابعا صممنا في إنعاش التجارة والاستثمار العالميين وبناء اقتصاد منفتح العالمي واتفقنا على تعزيز بناء آلية التجارة والاستثمار لمجموعة 20 ووضع استراتيجية التنمية في هذا الخصوص ودفع تنمية سلسلة القيمة ومعارضة الحماية وإفراج عن إمكانية التعاون التجارية لتحول انخفاض التجارة العالمية. وضعنا المبادئ الإرشادية للتجارة العالمية وهذه الوثيقة الأول من نوعها تعويضا عن كان فارغة في هذا المجال لجعل مجموعة 20 من آلية مواجهة الأخطار إلى آلية حوكمة طويلة الأمد. هذه الإجراءات المذكورة تعمل على تهدف إلى إزالة الحواجز لجعل العناصر والبضائع والخدمات تسير بسهولة لدفع تنمية الاقتصاد العالمية بشكل أفضل ودفع عملية تكامل الاقتصاد العالمي. خامسا صممنا لدفع تنمية المتفاعل والشمولي لجعل نتائج قمة مجموعة 20 تعم العالم. إن الصين أكبر دولة نامية. قمة هانجو تظهر خصائص واضحة للتنمية وحققت نتائج تنموية كثيرة. في مجال التنمية حققنا ثلاثة نواحي لأول مرة حيث وضع مشكلة التنمية في جدول الأعمال العالمية لأول مرة وتطبيق أجندة التنمية لعام 2030 للأمم المتحدة لأول مرة ودفع جماعيا تنمية أو عملية الصناعية للدول النامية ودول أقل نموا لأول مرة. كل ذلك معلما في تاريخ مجموعة 20 والعالم حيث واتفقنا جميعا في مجال اتفاق باريس لتغير المناخ نلعب دور نموذجي لدفع سريان مفعول الاتفاق في أسرع وقت ممكن. ووضعنا خطة تحرك لريادة الأعمال وأطلقنا مبادرة لترابط وتواصل للبنية التحتية في العالم وفي أمن الغذائي وغيرها من المجالات حققنا نتائج عملية وعملنا على حل مشكلة عدم توازن وعدم مساواة للتنمية في العالم وإرسال إشارة إلى العالم كالتالي. إن مجموعة 20 لا تنتمي إلى 20 الدولة فحسب وإنما تنتمي إلى العالم بأسره. هدفنا هو تعميم نتائج التنمية في جميع دول العالم ومعظم شعوب دول العالم
كذلك أدركنا أيضا أنه في الوقت الحالي في الوضع الحالي مجموعة العشرين تحتاج إلى لعب دور أفضل كمنصة اقتصاد العالمي الرئيسي وتحويل وظيفتها من مواجهة أخطار قصيرة الأمد إلى حوكمة طويلة الأمد من سياسات قصيرة الأمد إلى سياسات متوسطة وطويلة الأمد من إدارة الطلب إلى إدارة العرض اتفقنا جميعا على أن تحويل وظائف مجموعة العشرين تهتم بمصالح جميع الأعضاء ومستقبل اقتصاد العالم فلا يمكن نحافظ على حيويته إلا من خلال الإصلاح واتفقنا على بذل جهود مشتركة لدعم مجموعة العشرين لمواصلة مواجهة الأهم والأخطر مشاكل وتحديات تواجه العالم والتنسيق تعزيز التنسيق السياسي وتحسين آلية وتحقيق نتائج وقيادة اقتصاد العالم ليصبح تنمية مستدامة ومتوازنة وشمولية أخيرا أود أن أشير خصيصا إلى أنه في العام الماضي حصلنا على دعم واسع من قبل دول الأعضاء ودول أخرى ومنظمات دولية وأقمنا أكثر من 70 اجتماعا وتوصلنا إلى 29 اتفاقا وحققنا نتائج ملحوظة هذه هي نتيجة لجهود مشتركة لمجموعة العشرين وبصفة السين رئاسة المجموعة نشكر دول الأعضاء والمنظمات الدولية على إسهامات الكبيرة لإنجاح قمة هانجو ونشكر رجال الأعمال ومراكز البحث وقطاعات العمل والنساء والشباب ومجتمعات الأهلية وغيرها من الأوساط على إسهاماتها الكبيرة وذكائها لإنجاح قمة هانجو وبعد القمة سنواصل تطبيق هذه النتائج وبذل جهود دؤوبة لتحقيق نتائج قمة هانجو أيها الأصدقاء الصحفيين السيدات والسادة أنتهز هذه الفرصة أود أن أعبر عن شكري الخالص للأصدقاء الصحفيين لمرافقتهم ودعمهم في العام المصارم إنكم تسجلون اللحظات البارزة لقمة هانجو وإرسال القمة كذلك مناظر هانجو الخلابة إلى العالم وتقاسم نتائج هانجو مع شعوب العالم إن عملكم تحقق تساهم في نتائج قمة هانجو أخيرا أود أن مدينة هانجو وقمة هانجو تترك انطباعا جميلا لكم قال الشاعر الصيني سكران في هانجو وتطلع إلى إعادة زيارتها شكرا لرئيس شي وإلى هنا ينتهي المؤتمر الصحفي